عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، لسه مع برنامج أسوة ومع معنى التأسي وقضية التأسي، قضية من أهم قضايا الشريعة ومن أهم محاور التطبيق العملي لما في القرآن وفي السنة من خلال النماذج التي يتأسى الإنسان بها في طريقه إلى الله. عايز أطرح في أول الحلقة دي تساؤل، وبيجمعني برضو أخويا والصديق العزيز الدكتور محمد فرحات، تساؤل مهم: هل معنى التأسي الإلغاء والمحو للشخصية؟ يعني أنا بستشعر في أفضل من تأسى يقينا هم من كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعني الصورة المثلى للتأسي. أنا بشوف فيهم تباين، يعني سيدنا أبو بكر الصديق كان مختلف عن سيدنا عمر بن الخطاب، ما كانوش نسخ او استنساخات، كلونز، ما كانوش زي بعض بالظبط. سيدنا عمر له شخصيته المستقله، له طريقته في الحياه، له افعاله، له ردود افعاله. سيدنا ابو بكر له حاجات مختلفه عنها، اكيد بيجمعهم حاجات تاسوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن في بعض التمايز. كثير مننا بيفهم قضيه الاسوه ان احنا هننتج نسخ متماثله او انماط، هنعمل انماط بشريه ثابته كلها ما دام تاسست بالنبي صلى الله عليه وسلم او بمن يتاسى بهم، زي ما قلنا ان في اكتر من معنى للتاسي في القران، ان خلاص انا اتلغيت. وانا شفت ده حتى في بعض اللي هم يعني نقدر نقول يعني مجازا بيتسننوا او بيتدينوا حديثا، وتلاقيه مثلا مرتبط بشيخ معين، انا بحس ان نبره صوته حتى زالت، بقت شبه فضيلة الشيخ اللي هو بقى معاه على طول ده. هل ده طبيعي او هل ده المراد من قضية التأسي؟ احب اسمعك في النقطة دي يا دكتور. هو انا عايز ابدأ برضو بطرف خط مهم يكمل. هو الشرع قدم لي قالب ولا قدم لي معيار؟ معيار. الشرع قدم لي ايه بالظبط؟ قالب جامد كده اسطمبه زي ما احنا بنقول وخلاص، كل واحد هيتحط على الاسطمبه دي وهيتطبق، ولا كان فيه فكره تانية ان في معيار انا مطالب بان انا اتخذه كنموذج؟ طب قبل بقى ما نجاوب السؤال، طب ما نحط كده يعني ضوء، نسلط ضوء على فكره المعيار. يعني طب انا عايزك توضح لي اصلا النقطه دي، لانها ممكن مش واضحه. يعني ايه معيار؟ انا بالزبط. اللي اعرفه ان المعيار ده اللي بنعاير فيه حاجه ما معينه. ما هو على فكره هو المعيار فعلا في في اللغه هو ما يؤخذ مقياسا لغيره. يؤخذ مقياسا لغيره. هو ده المعيار. هو ده معنى بعاير حاجه بحاجه، ان انا بقيسها عليها. تمام. انا عايز اتكلم على، قبل ما نتكلم على المعيار من المفهوم الشرعي، انا عندي على فكره خلل في المعيار كخلل فكري عام. احنا ما عندناش اصلا فكره ايجاد المعيار السليم لاختياراتنا في الحياه. تعال ندي بعض الامثله. تعال. انا لما جاي واحد دلوقتي عايز يتقدم للزواج، لو جيت سالته ايه المعيار اللي بناء عليه انت انتقيت هذه المراه كزوجه، هتلاقي اجابات عجيبه شويه. يعني مثلا هتلاقي طبيب يقول لك ايه، لا انا عايزها طبيبه. طب ليه؟ ايه المعيار اللي انت حاطط عليه؟ يقول لك المعيار الطبيب ما يفهموش الا طبيبه. طب رائد الفضاء مين اللي بيفهمه؟ رائد الفضاء. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج نبيه؟ هو معيار مش مضطرد، هو انت معيار انت حطيته، بس هو مش معيار صحيح. انت ممكن تبقى تناسبك طبيبه، لكن ما يبقاش المعيار مضطرد. انا عايز عشان هي طبيبه، انا عايز عشان هي زوجه. او نقدر نقول في حاجات يصلح فيها المعيار المضطرد وحاجات لا. بالظبط. يعني انا في حياتي مثلا ممكن اقول والله احنا في شغلتنا مثلا، في مثلا انا راجل طبيب اسنان، ففي حشوه معينه بيقولوا لنا الريكويرمنتس بتاعتها، المطالب بتاعتها ليها معايير عشان تقدر تقول الحشوه دي صح ولا لا. ايوه تمام. ففي حاجات تقدر تحط لها كده، لكن هل البشر بطبيعتهم المتباينه، بافكارهم، بنفسياتهم، بمواهبهم المختلفه، هل ينفع نعايرهم بشكل واحد؟ ما هنا بقى اللي بنتكلم عليه، ان المعيار بالمفهوم الشرعي مش لاقطينه. احنا حطينا احنا معايير. مثال، احنا لما جينا برضه حطينا معيار للصلاح، ايه المعيار المنتشر بين الناس عشان اقول فلان ده صالح؟ تلاقي معيار الكم، الكثره. عند الصالح ده اللي بيصلي كتير، اللي بيصوم كثير ونحو هذا. المعيار ده اللي وضعه الشرع ابدا. هو معيار حادث احنا اللي وجدناه. بينما نجد ان الشرع لما جه وضع معيار للصلاح وللامتثال واخذ القسوه ونحو هذا، كان في معيار اخر اسمه معيار الاحسان. احسان العمل. هو مش وكثره العمل مش مذمومه،
انما المذموم في حاجات طلب فيها الكثره زي الذكر مثلا ما وردش في القران الا مع الكثره. بس المهم بقى ان ده بناء على ايه تقريبا بناء على ايه؟ على المعيار الاول اللي هو الاحسان. والا فاحنا عندنا خطاب شرعي لعبادات ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انها لا يؤخذ فيها الا مثلا يدخل رجل في صلاته فلا يكتب له الا عشرها الا ثمنها الا ثلث والى اخر الحديث. بل وورد ايضا في خطاب الشرع ان الرجل لا يصوم لا يكتب له من صيامه الا طول العطش او القيام طول السهر. اذا في هناك ضياع لمفهوم الإحسان الكيفية نتج عنه ضياع للعبادة نفسها، حتى ان العبادة نفسها بل ممكن تلغى اصلا زي الحديث اللي اشرنا اليه، حديث المسيء صلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي. يبقى بالتالي نرجع ونسال بقى، هل لما نيجي نتكلم على المعيار اللي هو كمعيار التأسي ومعيار الصلاح مثلا، هل كان معيار الصلاح ده معيار جامد واخد فئة معينة وخلاص، ولا انا كان عندي مظلة الصلاح ومظلة التأسي كانت مظلة عامة؟ احنا الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن قضية التأسي بالصالحين وذكرنا ان كان في بعض الخطاب اللي بيراد به طبعا تعالية الهمم وحث الناس على الأعمال الصالحة وعلى الخشوع وعلى التدبر وما إلى ذلك، أدى بدون قصد، وأنا بكرر على كلمة بدون قصد لأن فعلا لا نتهم نيات أحد يعني، ونسأل الله عز وجل أن يجازي كل من دعا إلى الله عز وجل خيرا، لكن ده أدى أن بقى في درجة من درجات التصور كده أن في الخطاب الديني أو الخطاب الشرعي ده خاص بعالي الهمة بالظبط، وبالتالي أصبح في نوع من أنواع الإحباط عند الشخص العادي اللي هو الأصل أن أغلب الناس يعني ناس عاديين. يعني أنا شخص عادي عايز أشتغل وعايز أكفي بيتي وعايز أدي المهمات الحياتية اللي عليا اليومية، وفي نفس الوقت عايز أكون إنسان صالح. المعيارية في التأسي لما وصلت لمرحلة إن كل النماذج اللي بتذكر نماذج لعلو الهمة، ده ممكن يهدي إن أنا مش هينفع أكون إنسان صالح. أو خلينا نوسع المفهوم أكتر، مفهوم الصلاح نفسه أو ما يعرف دارجا النهاردة باسم الالتزام مثلا، الشخص الملتزم، في ناس بتفضل حاطة حاجز حياتي معين هو مش هيقدر يبقى ملتزم لأنه مصور نمط للملتزم ده في شكله في عمله في علاقته بالدنيا، وهنتكلم طبعا في حلقة منفصلة عن قضية العلاقة بالدنيا دي لأنها مسألة في غاية الأهمية، بس تأذنك إن احنا نفرد لها حلقة يعني، ونخلي في نوع من أنواع إن أنا مش مخاطب أصلا بالكلام ده، إن أنا مش هينفع أبقى كده، مش هينفع أبقى زيكم، مش هينفع زينا اللي هو ازاي يعني، احنا ايه اصلا، احنا ناس عاديين، المفروض ان ده المعيار الطبيعي للاشياء، ممكن نتسابق ونتنافس وواحد يسارع بالخيرات وواحد مقتصد، لكن في الاصل ان احنا كلنا ما ينفعش نضع حواجز للناس من منطلق ان هو ده الخطاب الصلاح المكثر عالي الهمه. وانت يمكن ضربت الامثله الحلقه اللي فاتت كانت امثله قويه جدا في حته ان الكلام ده اصلا ممكن يكون مخالف للسنه، ان هو ده عمل ضخم جدا. النبي عليه الصلاه والسلام لما حط الـ 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 الطريقه العاديه ادى برضه عمل حساب، يعني بقى دايما حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه خير الاعمال ادومها وان قل، هو هنا النبي بيخاطب مين؟ يعني خطاب النبي صلى الله عليه وسلم مش دايما خطاب لعلي الهمه. ايوه بالظبط. يعني انا عايزك برضه في مساله المعيار، في مساله الالتزام او الاستقامه، انا عايز اعرف مين اللي ينفع يتقال عليه كده؟ وامتى ابقى قادر ان انا اقول ان ده خطاب يسعني ولا لا؟ وهو السؤال، هو فعلا هل خطاب الشرع رفض قليل الهمه لم يراعيه اهمله تماما؟ ده احنا نجد ان خطاب الشرع راعى من بدايه الاسلام، اللي هو كانت القضيه اللي مثلا اللي جاي بيشترط على النبي صلى الله عليه وسلم شرط فاسد، زي اللي جاي يقول له ايه انا مش هصلي الا صلاتين في اليوم، وفي روايه صلاه واحده. شرط فاسد. ما هو جاي بيقول له دي مساله فقهيه، انا مش هصلي خمس صلوات. قبول النبي صلى الله عليه وسلم للاسلام على الشرط. الشرط انا مش هصلي خمس صلوات، يعني جاي يتشرط، جاي يتشرط كده هصلي صلاتين وفي روايه صلاه واحده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا، اما ان تدعي بكله يا اما مش داخل الدين. لا ما قالوش كده. قبل منه ثم كان بعد ذلك طبعا مع التحفظ على التطبيق الواقعي، مش بنقول دلوقتي ينفع، احنا يعني في عهد النبوه حاجه ثانيه. لا انا كان واحد داخل الاسلام، مش واحد مسلم بقى طبعًا. يعني يجي مسلم يتشرط، لا يا فندم انت ما ينفعش. لا مفيش كده دلوقتي. بس في واحد، بس نقدر ناخد الفكره من النبي صلى الله عليه وسلم. لا هو في بقى نموذج المسلم بقى مش اللي هو اللي داخل 10 فيس، مسلم بس بيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، انا مش هعمل كل ده، او مش هعمل كل اللي بيعملوه ده، اللي هو تقصد حديث افلح ان صدق. احسنت.
المفروض عليه في الصلاة 5 صلوات، علي غيرها لا، مطلوب مني إيه في الزكاة كذا، علي غيرها لا إلا أن تتطوع، صيام كذا، صيام رمضان إلا أن تتطوع. قال والله، شوف القسم، والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. بيحلف للنبي صلى الله عليه وسلم أنه مش هيزود مش عن الفروض، أنا هعمل دول بس. تخيل أقسم له أنا مش هعمل بالقسم. فحتى الناس استشكلوا يعني إزاي. طب يقول لك مثلا أنا مش قادر، بس ربنا بيقول وافعلوا الخير. سبحان الله. ما هو هنا بقى هنا كان مراعاة الحال. هذا الرجل كان مراعاة حاله كده، حاله كده ده أفلح لو فعل أصلا. يعني هو يقتصر على فعل الواجبات ده في حال ده أمر عظيم جدا. ده في واحد اشترط إن هو ما يركعش. ده برضو على هو قال لأخره لغة جبير بن متعب. جبير بن متعب. كان اشترط قال لأخره لغة، يعني لا مش عارف إلا قائمة. يعني ينزل على السجود على طول. على السجود على طول. يا سبحان الله، هيئة الركوع مش قابلة منه؟ قابلة منه هذا. سبحان الله. فاحنا هناك هنقول طيب السؤال، طب هل معنى إن الإسلام قبل بصاحب الهمة القليلة إنه أقره على إن هو يظل على الهمة القليلة؟ لا. حتى لازم ناخد بالنا منها. الذي أقسم والله لا أزيد على هذا وأنقص، وهي في رواية إن هو سيدنا الصحابي أن عمر بن قوقل هو أقسم بكده. هذا الصحابي مات بعد ذلك شهيدا في أحد. يعني زاد. زاد جدا. وكان رضي الله عنه كان صاحب عرج وقال إني أريد أن أطأ بعرجته خضراء الجنة. الله أكبر. فسبحان الله العظيم. يعني علت همته بعد ذلك. ده مش بس ده ما بيتكلمش في تطوع. ده بيتكلم في ذروة سلام الإيمان بقى، الإسلام بقى، الجهاد ونحو هذا. فتخيل إنه وصل لهذا. ففكرة أنا عايز إيه، هو الخطاب بيشمل قليل الهمة وعالي الهمة، بس مش معنى كده إن قليل الهمة يظل على قلة همته. دي حته برضه لازم ناخد بالنا منها كويس جدا. ثم بعد ذلك وما ننتقدش برضه خطاب علو الهمه يا دكتور. يعني أيوة. القران برضه خاطب، يعني انا يعني في كم من نصوص الشرع وتحديدا القران واضح فعلا فيهم مساله العلو، علو الهمه اكيد. ومثلا يعني في عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، نموذج بالزبط. نموذج علو همه، نموذج عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ده نموذج عالي الهم. كم الآيات اللي ربنا قال عن وسارعوا إلى مغفرة ربكم وسابقوا إلى مغفرة ربكم وجنات عرضها كعرض السماء والأرض واستبقوا الخيرات وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الكم ده من آيات القرآن اللي بيتكلم فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى، يعني صح. هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيرغب برضو عالي الهم، ما ينفعش ننكر هذا الخطاب، ما ينفعش، بس ما ينفعش نقصره. بالظبط. هو الجزئية بس اللي كان عنا بنجيلك على كل جزئية المعيار، أن الشرع ليس لفئة دون فئة، الدين ليس لفئة دون فئة، ما فيش فئة في الدين متميزة بخطاب وهم دول اللي بيعملوا ده وأنا ما بعملوش. اللي مثلا تسنن في ظاهره والله بقى إنسان بقى اللي بيعرف باسم الالتزام. الملتزم ده مثلا. خلينا نقولها مجازا يعني. عم الشيخ. عم الشيخ ده ما ينفعش إنه يكذب، ما ينفعش إنه يسرق. وأنت ينفع؟ بالظبط. طب وأنت مش مسلم؟ يعني هو ما ينفعش يكذب وانت ينفع تكذب. يعني هو ينكر عليه يقول لك انت طب ما انت وانت فين بقى؟ ما هو الخطاب بعدم الكذب يشملك انت وهو، وده خلى الناس ترتاح بقى. ايوه بالظبط. ما انا مش تبع دول، اما ابقى التزم لما ابقى زي دول. طيب هو رايح ده بقى، هو مش مجرد بس رايح باله من علو الهمه، ده رايح باله من التكاليف كمان. هي دي الجزئيه اللي احنا بنتكلم عليها. لا، الشرع له معيار حاكم على الكل، مظله تسع الكل، وفيها صاحب المقتصد وفيها السابق بالخيرات، كل هؤلاء تحت المظلة. يعني مش نسخة زي ما احنا بدأنا، يعني مش نسخة. كله نسخة واحدة. لا مش نسخة واحدة. والتنوع ده أو التباين ده يعني هل له برضو، ما خلينا نرجع برضو للكلام الأساسي عن المعيار، إزاي أعرف بقى إن في معيارية النهاردة إن أنا مش هزكي نفسي ومش هقول أنا إنسان صالح، بس أنا على الطريق. أنا دلوقتي على طريق الصلاح، أنا عايز معيار برضو، معلش احنا بنتكلم في أسوة، فأنا عايز معيار أقول دي أنا كده على طريق الصلاح، انا بحاول، انا بجتهد، انا قربت، بلاش قربت عشان دي فيها تزكيه، لكن اهو بسلك. يعني حتى كان علماء التربيه كان لهم كلمه جميله، السالك، السالك بالزبط. الى الله بالظبط، مدارج السالكين، السالكين. انا بحب اللفظ ده لان احنا مش عايزين نقول خلاص انا بقيت على الصراط، انا سالك الى الله، انا ماشي بحاول اوصل، بس عايز معيار. اديني برضو يعني توضيح اكتر لفكره امتى اعرف ان ده معيار صلاح اتاسى بيه. يبقى احنا بدايه بنميز ما بين الخطاب اللي هو الاولي
هو ما ليس عن المسلم جاهل وليس عن المسلم تركه. ده بيخاطب بيه عموم الناس. ما ينفعش ان انا اخل بده. تمام. ثم بعد ذلك الشرع اعطاك البراح في ابواب الخير، ابواب الخير كثيره. تستزيد. استزيد. لكن لم يرغمك على باب دون باب. ولم يقصر الخير على باب دون باب. بل ومن الجمل الجميله اللي اشار اليها شيخ الاسلام ان التفاضل ما بين العبادات نسبي وليس مطلق. ازاي؟ مثلا واحد بيذكر، واحد بيقرا قران، واحد بيصلي. يعمل ايه في دول؟ قال لك مما لا شك فيه ان قراءه القران اعلى من الذكر، وقراءه القران والصلاه اعلى من قراءه القران والذكر. ده تفضيل مطلق. قال ولكن قد يكون الذكر في بعض الاحوال لمثل هذا مع حضور القلب والخشوع ونحو هذا، ده فاضل لهذا، ده يقدر يعمل ده بخشوع فيكتر من الذكر وممكن ما يكترش من قيام الليل ونحو هذا. الابواب كثيره، وشيخ الاسلام وبعد ابن القيم كلموا على الحته دي كتير جدا، المفاضله ما بين الابواب العبادات. ايه الافضل في حال مين؟ ومين مين اللي يقدم في حال ايه؟ فهنا يبقى عندي معيار اول، وعندي بعد ذلك تفاضل. ابواب. ليه ما ربنا يفتح عليك بقى. ورب انسان فتح له في باب الصلاه ولا يفتح له في باب النفقه، واحد تاني يفتح له في الصيام ولا يفتح له في العلم الشرعي، وهكذا. بس هنا برضو عندنا نقطه، يعني انا المتدبر للقران هيلاحظها، ان في برضو مشتركات في حياه الاسوات وخصوصا الانبياء. يعني لو قلنا ان في تباين بين شخصيات الانبياء برضو في القران، سيدنا يوسف في شخصيته في تفرد او في تمايز عن شخصيه سيدنا المسيح عليه السلام، او سيدنا ابراهيم، او سيدنا موسى. سيدنا موسى له شخصيته واضحه جدا في مساله حرصه على الحق وغضبه لله سبحانه وتعالى وما الى ذلك. الانبياء عموما والصالحون في القران في مشتركات بشعر انها ممكن تكون معياريه. يعني مثلا هتلاقي في تكرار بين الانبياء في كلامهم، تكرار كلمة ما أسألكم عليه أجرا، تمام، وما نسألكم عليه من أجر، تمام، يا قومي لا أسألكم عليه مالا، تمام. ده مثلا معيار التجرد، طبعا غير المعايير العقدية اللي هي الايه التوحيد، كلهم مشتركين في التوحيد والجهر بالحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبودية. لكن مثلا عندك هنا التجرد لله سبحانه وتعالى، دي معيارية تأسي بالظبط، كلهم اشتركوا فيها، صحيح، او اغلبهم، يعني اللي ذكر عنهم، واكيد كلهم، بس اللي ذكر عنهم متكرره كذا مره. هتلاقي مثلا كلهم عندهم حته الحرص على هدايه الناس، صحيح، خوف على اقوامهم، اني اخاف عليكم، تلاقيها بتتكرر في كلام الانبياء. فالمعياريات دي برضو يعني لو قعدنا نستقرئ في كلام الاسوات في القران هنلاقي برضو درجه معياريه، مش لانتاج نسخ، لكن لانتاج مش قادر اسميها حد ادنى لانه حد عظيم، بس لازم يكون موجود الحد المشترك. الحد المشترك، حلوه كلمه المشترك. وده برضو بياخدنا النقطه برضو تانية، يعني اجبار الناس على نموذج معين ما اجبرهمش عليه الشرع. يعني الشرع مثلا في القران ما ذكرش تفاصيل الهدي الظاهر. بالظبط. النبي عليه الصلاه والسلام استحب لنا حاجات نعملها، واخد بالك؟ لكن طيب الحاجات اللي القران خلى الاصل فيها انها دي مفيش تنازل عنها، اعتقد ان هي دي المعياريه يا دكتور. صحيح. ودي موجوده في القران بشكل واضح، وموجوده في سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ودي مش بتعمل انماط بالمناسبه، يعني هي انا يعني بلاقيها دايما مقاصد كبرى في الشريعه. بالظبط. ما تخليلكش نمط، يعني ممكن مع شخصيتك المتفرده ومع مواهبك ومع افكارك ومع كده، ودي بتبقى الحاجات اللي بتضبط، يعني ممكن نسميها تراك او 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 حدود. تلك حدود الله. ولذلك انا عايزك يعني تختم لنا بقى انت الحلقه دي كده في 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 مساله ازمه المعياريه، عايزين نقول المعيار اللي نقدر من خلاله نتاسى. نقول كالاتي، ان اولا المعيار الاول اللي كنا اتكلمنا عليه قبل ذلك، عندي معايير حاكمه القران والسنه. جميل. القران والسنه يخاطبون الانسان بما توجب عليه، ده نمره واحد. تمام. يبقى ده الحد المشترك. مفيش فيه خلاف. ده اللي لا يسعني ان انا اتركه. بل وده أحب الأعمال لو أردت أن أنا أتطوع بيها، وما تقرب إلي عبدي أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى ده الحد، ده الحد الأدنى، حد المسامي، الحد المشترك. عندك معنى ذلك المساهمة في أبواب أي مكان هي إيه، ده لك فيها براح وفيها اختلافات وتفاوتات. الجزئية بنختم بيها، القولبة لم تكن أبدا في دين الإسلام. الشاهد القولبة لم تكن في دين الإسلام. النموذج الواضح نموذج الصحابة، هل كانوا قوالب؟
لا ما كانوش كوم، كان في اختلاف بينهم، واحنا هنكتفي بهذا القدر الحلقه دي عشان الوقت خلص. بشكرك جدا، وان شاء الله الحلقه الجايه نكمل برضو المعنى ده، ونكمل معنى بقى لما يختلفوا هنعمل ايه بقى ساعتها. بالظبط ده اللي هنعرفه ان شاء الله في الحلقه القادمه من اسوه باذن الله. ابقوا معنا، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.